اسمحوا لي وبعد إذنكم السيد الرئيس من خلال هذه الكلمة أن أتوجه بالكلام مباشرة إلى السادة النواب بالاتحاد الأوروبي. السادة النواب الأوروبيون المحترمون، حيث أنكم في ختام القرار الذي أصدرتموه يوم 20 يناير الجاري طلبتم من رئيس المجلس إبلاغ مضامينه إلى البرلمان المغربي، فإننا في الفريق الاشتراكي بغرفتي البرلمان نبلغكم أن رسالتكم قد وصلت، وعليه اسمحوا لنا بحق الرد عليكم انطلاقاً مما يجمعنا من شراكات تنبني على حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل والحرص على ضمان الأمن والسلم العالميين. اسمحوا لنا في الفريقين الاشتراكيين أولاً بأن ننعش ذاكرتكم بأن المملكة المغربية قد انخرطت وبكل قناعة ومسؤولية في مسار تجويد وتأهيل نموذجها الديمقراطي من خلال العديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية العميقة والجريئة، من أبرزها الإعلان عن هيئة الإنصاف والمصالحة لتحقيق المصالحة الوطنية. وتكرست هذه الإصلاحات بإصدار دستور 2011 الذي أرسى فعلياً مرتكز الدولة المؤسسات، وكرس مبدأ الاختيار الديمقراطي، وأقر منظومة من هيئات ومؤسسات دستورية معنية بحماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها، حيث توج المغرب هذا المسار الإصلاحي بالانخراط الفعلي في منظومة حقوق الإنسان الدولية والانفتاح الطوعي على الإجراءات الخاصة، والتي توجت بزيارة العديد من المقررين الخاصين وفرق العمل بوتيرة متواصلة، وكذا تقديم المملكة تقارير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتفاعل مع آليات التظلم لدى مجلس حقوق الإنسان والتفاعل الدائم مع آليات الاستعراض الدولي الشامل. اسمحوا لنا في فريقنا بأن نعبر لكم عن استغرابنا بأن يترك مجلسكم الموقر كل هذه المسارات والآليات الأممية التي تناقش مختلف الحالات التي اخترتم الحديث عنها واستبدالها بخلق حالة طوارئ استثنائية مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية التعبير والرأي وحقيقتها سياسية لا تخفى على أحد لتصريف مختلف الأزمات التي تحاصركم. اسمحوا لنا في الفريقين الاشتراكيين بمجلس النواب والمستشارين بأن نطلب منكم التحلي ببعض التواضع والتخلي عن موقع الأستاذ الذي تحبون القيام به، وأنتم تقدمون الدروس للآخرين، وأن تعترفوا من ذواتكم أن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم للبحث عن طرق تصديرها للآخرين بتعال وتكبر. وإذا كان من الصعب عليكم التخلص من هذه الطبيعة الاستعلائية فإنه يسعدنا أمام صحوة ضميركم هذه أن نذكركم ببعض القضايا الإنسانية التي كان من المفروض أن تحظى باهتمامكم. سيكون مفيداً أن تصدروا قراراً بفتح تحقيق حول ما حدث في أوروبا خلال فترة كوفيد. لقد تركتم دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا تواجه الوباء القاتل ومصيرها بأنانية مقيتة. تركتم كبار السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة بدون أي إحساس بالذنب، وتحول بعض منكم بدون إحياء إلى قراصنة للدواء في الجو والبر. سيكون مفيداً أن تصدروا قراراً لحكوماتكم لأقاف تصنيع الأسلحة وبيعها في العالم لسنة واحدة فقط، وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر ومواجهة الأوبئة والتغيرات المناخية. هذه الأسلحة التي تصوتون عليها بدم بارد هي التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم، وهي التي تخلق ملايين المهجرين واللاجئين. سيكون مفيداً أن تصدروا قراراً تطلب من حكومتكم الاعتذار عن ماضيها الاستعماري الهمجي في كل بقاع العالم خاصة في قارة إفريقيا، وعن استنزاف ثرواتها وإمكانيتها التي بفضلها اغتنت قارتكم وما زالت تغتني. سيكون مفيداً وليس أخيراً أن تكون لكم الجرأة بأن تصدروا قرارات لتصحيح ما قامت به دولكم تحت شعار الحرية وحقوق الإنسان بالعديد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط خلال فترة الربيع العربي، والتي حولتها حكوماتكم إلى دول غير مستقرة تحت رحمة الحرب الأهلية والإرهاب والطائفية. السادة، حين نذكركم بهذا
فلنقول لكم بأنكم بهذه الطريقة من التفكير والتعامل غير منسجمين مع أنفسكم، وأنكم غير مؤهلين أخلاقياً لإعطاء الدروس للآخرين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. شكراً سيد الرئيس.